التحية نضالية للهيئة الفيدرالية وتحية نضالية الشغيلة السياحية وهي واللي حق منا مافيا الأبلك الأبلك وهي عليكم جلالتي المرشد رئيس جمعية الأرباب النقل السياحي مراكش. أخويا اليوم حنا كي تشوف حنا معتصمين اليوم لو أن دو. هاد الاعتصام ماشي جاير هكاك، جا إثرا بعد القرارات اللي تفاجئنا بها. تتعرف اخويا بان قطاع النقل السياحي هو اللي كالعصا بزاف. على اليوم حنا واقفين شي قرارات ما فهمناهمش. كانت واحد الكونترا د بروغرام خرجت في 2022 فيها واحد البوند اللي عارض نمره 7 تينصف الناقلين السياحيين بالنسبه لي غوبور دي زيشيونس الكريدي، بالنسبه للضرائب، بالنسبه بزاف الشغيله. هذاك الشيء تقريبا ما منو والو، سنتين حنا ما شفنا والو من هذاك الشيء. اليوم تنتفاجئوا بواحد المخطط استعجالي خرج في لو 1/18 يناير. هذا المخطط الاستعجالي ما واضحش، دونك انا ولا خلط بين القرارات. كاين قرارات ديال كونترا بروغرام 2020 2022، اليوم قرار اخر 2022 شهر واحد، كتلوا عندنا القرارات ما فهمنا والو، حتى حاجه ما واضحه. الشريحه غادي الافلاس، الناقلين السياحيين غادي الافلاس. اليوم تنطلبوا من الحكومه يكون دعم مباشر باش نقدوا ما يمكن ينقادوه. الطلبيات ديالنا في لاكاب تقريبا سنتين، كيفاش هذه السياره غتكون عامين هي في لاكاب؟ اش تنتظر منا؟ اذا غدا لا تخرج خصها على الاقل واحد 40000 درهم ولا 50000 درهم باش تخدم هذه السياره. دونك اليوم حنا ما احوجنا الى دعم باش نقلعوا ان شاء الله بهذا القطاع هذا. بيحلوا الحدود في لوسات راه ما كاين والو، راه دابا حتى الناس الا بات ريزيرفي راه تتريزيرفي على 7 شهور و 12 شهر. اليوم راه حتى الشهر 7 وشهر 8 ما عندهاش ريزيرفاسيون، يعني هذا الشيء راه باقي غادي الهويه. اليوم الحكومه والمسؤولين ملتزمين باش ينزلوا لنا القرارات اللي خرجوا على ارض الواقع. هذا الشيء اللي بغينا اخويا وهذا الشيء اللي كاين. شكرا. السلام عليكم، مريم بوسيله مسيره الشركه، المقر ديالها اكادير. حنا الان كاينين في واحد الاعتصام ديال النقل السياحي اللي وصلنا للحد ديالنا، درنا وقفات، درنا احتجاجات، درنا مسيرات، ولكن لا حياة لمن تنادي. ابسط حاجة حاليا حنا في شحال اليوم، واحد في الشهر، يعني اليوم خاص هذا الشيء كلشي يكون مخلص لافينيات، باش نخلصوا عليكم، باش ما عندناش باش تخلص لافينيات على واحد الطوموبيله انت كاع ممسوريها اصلا، واقفة ما خداماش، لا سورونس ما قطعتيهاش ليها، بزمنك خاصك تخرج تمشي تخلص لافينيات، بزمنك علاش؟ غنمشي نخلص لك أنا لافينيات ما خدام ما ردام ما الطوموبيلة ما كتحرك ما والو، علاش غادي نخلصها؟ إذا كانت غادي دير الدولة مساعدة، هذه أول مساعدة خاصها ديرها لينا، تعفيك غير من الضريبة على المحور اللي أنت ما مخدمهاش، الطوموبيلة اللي خدامة وكتحرك هي من حقي. لان اي باراج غادي يسولك على لافينيت، غيسولك على المسائل ديالك، هي إيه سيدي تخلص لافينيت ديالها، ولكن الطوموبيله اللي ما خداماش واقفه علاش غادي تبلوكي عليا انايا؟ نغدا وبعد غدا ملي نمشي نلقى لي بيناليتي تزادوا عليا، نلقى بزاف ديال المسائل تزادوا عليا، خاصني نخلص. وانت عارفني انا في واحد المجال اللي ما خدامش، منين بغيتي نخلصها؟ هذا ابسط حاجه، لكون هذه الدوله بغات تساعد هذا المجال هذا، يعني الدوله ما سمحتش في واحد الحاجه ديالتها هي، كيفاش غادي نديرو مع حنا مع لي زورغانيزم دكريدي ومع لي بنك ومع اللي هما قطاع خاص؟ لي بنك ولي زورغانيزم دكريدي راه قطاع خاص، يعني كيف ما حنا خواص راه حتى هما خواص، من حقهم حتى هما يطلبوا داكشي اللي كيتسالوا، ما كنديروش لهم العيب، ولكني حنا راه ما عندناش لقيته اللي كانوا عندنا، راه كنمشيو كنخلصوا، راه ما كاينش شي واحد هنا عنده لي زامبي الا نقدروا نقولوا 2%. عندهم لي زامبي والمسائل ديالهم قبل من كورونا، ولكن راه مونا كورونا لهاد الجهه راه بنادم راه الغالب الله راه ما عندوش باش يخلص، وما عندوش باش انت ما ياكل ولا ما يشرب.
رئيس فرع جهة مراكش للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان. احنا بصفتنا كحقوقيين كنندوا ونستنكروا هاد الأوضاع التي تحط فيها النقل السياحي والسياحة عامة. اليوم المشكل اللي عندنا هو المشكل، انا كمتضرر لان انا حتى انا مقاول في النقل السياحي. المشكل اللي عندنا هو عدم تطبيق كونترا دو بروغرام اللي خرجت بها اللجنه اللي سهرات على 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 هذا الكونترا. المشكل دابا اللي عندنا حنايا هما احنا معرضين، كنشوفوا روسنا غادي للحبس، غادي نتسجنوا. علاش؟ لان ما بقيناش قادرين نسدوا الاقساط، خصوصا الاقساط اللي راقت العاتق ديال الناس كاملين، ديال المقاولين اللي كاينين في النقل السياحي. اليوم احنا مطالبين بتسديد ضريبه المحور، مع العلم بان احنا عامين ما تحركناش، عامين والسيارات واقفين. اليوم مطالبين بتسديد لا فيزيت، لا فيزيت تكنيك. اليوم مطالبين بتسديد القصوت ديال السيارات ديالنا. حنا ماشي ما بغيناش نخلصوا، حنا ما بقاش عندنا باش نخلصوا. حنا اليوم كنعانيو، المعاناه ديالنا ولات معاناه شخصيه، ولات عندنا معاناه في البيوت ديالنا، ولات عندنا المعاناه مع الاطفال ديالنا. ملي كندخلوا وكنلقى الابن ديالي ولا الابنه ديالي ما خاصها شي حاجه وما عنديش باش نشري لها، راه في حد ذاتها هذه راه نقدر ندير اي حاجه، لان الراجل كيقول لك يموت على بلاده ولا على ولاده. السلام عليكم. مدام امينه تور، نائبه الرئيس للجمعيه سوس ماسا اكادير، رئيسه الفيدراليه للجنوب. جيت من مدينه اكادير لمسانده اخواننا هنا الفيدراليه المغرب، لمساندة الفيدرالية الوطنية المغربية على الصعيد الوطني، على هاد المشاكل اللي كنعيشوه اللي كيعيشوه جميع إخواننا المهنيين. المشكل اللي كنعانيو منه هو الديون، القروض، أبناك اللي كيصدعونا من الصباح حتى الأرواح، ماشي كيصدعونا، الضغط النفسي اللي عينا منه. صافي راه الناس مرضوا مرض نفسانيا. دابا الحلول حنايا وزيره السياحه الله يجازيها بخير، الحوار مفتوح، ولكن ما تبع ذلك الحدود تحلت نهار 7، اشنا هو الدعم اللي تعطى لهاد النقاله؟ والو، ما شفنا والو، رغم الاجتماعات ورغم الاضرابات اللي درنا والوقفات الاحتجاجيه. لحد الان النقل السياحي الوحيد في المغرب اللي كيعاني، خرج الدعم ديال 2 مليار، قالوا مليار النقل السياحي، ما شفنا والو. الناس عطاهم الدعم للسياحه الفندقيه اللي هما كيعاني، ولكن كيعانوا ماشي المعاناة ديال النقل السياحي للأسطول ديالو وقف. حنا كنا أجوغ حتى مارس 14 مارس 2019، لحد 2019 وحنا كنخلصوا الواجبات ديالنا، الضرائب، لي زاسيغونس، كلشي كنخلصوه. ملي جات هاد الجائحة هي جات على كلشي، ولكن النقل السياحي عانى منها بزاف ومازال كيعاني. حلوا الحدود باش غادي نبداو. اشنا هو الدعم؟ اشنا هو الدعم لهاد الناس؟ دعم معنوي ودعم مادي. اشنا هو الدعم؟ الاسطول واقف باش غادي يديماري، العجلات تكولا وعامين هما واقفين، الفيدونج، لي بلاكيت، لي زاسيغونس. لاسيغونس اليوم الا مشيتي عندها راه ما تعطيكش لاسيغونس الا ما خلصتي، كتعطيها كاع الشيك، تتقول لك انا الشيك غادي يرجع ليا بدون رصيد. إيه انت وليتي كتعاني من لاسيغونس وكتعاني من الشكل اللي رجع لك، غادي تمشي للحبس. ايوا اش غادي نديروا باش غادي نخلصوا هذا الدين؟ باش غادي نخلصوا هذا ليزاجيو؟ اللهم ان هذا منكر، وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل.